السلام عليكم. بهذا الدرس راح نتعرف على أهم دالتين مستخدمات في القايد، وهي دالة الجيت ودالة الست. راح نتعرف عليهم من خلال يعني مثال التطبيق عملي، وهو يعني حاسبة بسيطة لجمع رقمين. فالمستخدم راح يدخل إيش؟ راح يدخل رقم الأول، راح يدخل الرقم الثاني، راح يضغط على زر، فراح يظهر له ناتج الجمع في static text. إذا هنا أيضا راح نتعرف على الأحداث، حدث الضغط. فايش راح نحتاج هنا من الادوات؟ نذهب الى البوتون، راح نرسم بوتون خاص بعملية الجمع، نضغط عليه كليك مرتين. نذهب الى خصائص للبوتون، نذهب الى الفونت نخلي 14، ونذهب ايش، نذهب الى التاج نجعله بي تي ان، او انه تجعل التاج الافتراضي عادي ما في اي مشكلة. وبعد ذلك نغير السترينج الى ات. بعد ذلك يمكن انه تحتاج الى الايديت تكست، فنضيف ايديت تكست، نغير في خصائص الايديت تكست، نذهب الى الفونت نجعله 14، نذهب الى السترينج ونجعل السترينج ام بي تي 5، والاسم هنا أنا ايضا نحتاجه فنتركه مثل ما هو موجود اللي هو ايديت 1. هذا الايديت نكرر نعمل له كوبي بيست، كترول سي زائد كترول في، او من خلال انه تحدد اذهب الى الايديت بعد ذلك الى كوبي وبعد ذلك الى بيست باي طريقه انت تفضلها. ايضا نحتاج ستاتيك تكست، فتختار ستاتيك تكست، نغير في خواص الستاتيك تكست، نجعل الفونت 18، ونذهب الى السترينج ونجعل السترينج اللي هو زائد، علامه الزائد. اوكي، فخلينا ننسخ هذا الستاتيك اللي هو راح يكون ايش، ناتج عملية الجمع. وما انه ناتج عملية الجمع ايضا راح نحتاج ايش، نجعل السترينج فارغ، ونحتاج الى الاسم. الاسم هو ايش، هو text2. لاحظ الان text2 ايضا راح نحتاجه خلال عملية البرمجة. الان نذهب الى الكود بيهان، والان راح نعمل الحدث كليك، نضغط عليه كليك ايمن، ثم ذلك نذهب الى View Callback، ثم ذلك إلى Callback. لما تضغط على Callback راح يطلب من عندك إنه سيف العمل بعد ما تسيفه، أو كنت أنت مسيفه سابقا فمباشرة. الآن إنشأنا إيش؟ إنشأنا فاكشن خاصة في الكليك على هذا البوتن. نعم، لما تضغط على كليك راح تتنفذ هذه الفاكشن. الكود البرمجي راح نخليه راح يكون داخل هذه الفاكشن. إيش إحنا راح نحتاج؟ راح نحتاج او الى متغير نخلي فيه قيمة الايديت تكست الاولى، ومتغير اخر نخلي به قيمة الايديت تكست الثاني. اذا احنا راح ناخذ القيمة من خلال الايديكس، وهذا الشيء ايش يسمونه، يسمونه الجيت. الجيت فعل اكس هي تساوي تساوي الجيت للصيغة مالتها اللي هي handle handless dot edit one فارزة قيمة البروبرتي. بعد ذلك يعني تأخذ البروبرتي، اوكي خليها داخل علامتي، ليس علامة الاقتباس يعني العلامة الاخرى يعني مباشرة. ثم بعد ذلك اللي هي قيمة الجيت فقط، تغلق الزر. بأنه نحن نحتاج انه نغير قيمة ال، يعني راح تجينا قيمة سترينج، فاحنا راح نغيرها الى نمبر، فنحتاج دالة النوم 2 موجودة في الماتلاب اللي هي يسمونها سوري str2 نوم. اوكي، نضع يعني نخليها داخل الجيت. فصيغة الجيت انه تكتب جيت بعد ذلك هاندلس، اوكي وهاي هي ثابتة، وبعد ذلك تكتب دوت الاليمنت او الاوبجكت اللي هو موجود عندك اللي هو الايديت 1، بعد ذلك الخاصية. خاصية ايش احنا نحتاج؟ لا السترينج. هذا الشيء راح نكرره مع الايديت الثاني بالضبط، لكن نغير الاكس الى واي، ونغير الايديت 1 الى ايديت 2. بعد ذلك نحتاج انه نجمع بين القيمتين، فنخليهم داخل متغير اللي هو الزد، فراح نقول الزد يساوي اكس بلس واي. اوكي، خلينا نعمل فارزة منقوطة لا ننساه. اوكي، الآن هذه قيمة الزد.
اريدنا نخليها ايش؟ نخليها داخل هذا الستاتيك، داخل هذا الستاتيك. ايش اسمه؟ اسمه text2. اوكي text2. وبما ان احنا بصدد انه نضع قيمه يعني داخل هذا التكست، فاحنا بحاجه الى داله يسمونها set. فنقول له set نفس الامر hand list، هاي تحفظها، دا زائد التكست 2 اللي هي ايش هي يعني تريد انت تغيره. نحتاج نغير السترينج مال التكست 2 الى ايش يعني اي قيمه، الى قيمه الزائد. ونغلق القوس ونهي العمل، فارزة منقوطة. اوكي الان ننفذ البرنامج، نضغط على الرن، نعطي قيمة 1 1، نضغط على اد، راح يعطينا رقم. يعني البرنامج الان شغال، ما في عندنا اي مشاكل. نعطيه مثلا سالب 1 المفروض يعطينا 0، فاعطانا 0. اذا البرنامج شغال، وتعرفنا خلال هذا الدرس الى الجيت والست، وايضا تعرفنا على الى الايفنت، كيف انه تتعامل الى الايفنت، وكيف انه تربط ما بين الكود بيهايند والادوات اللي هي انت ضفتها داخل الفورم.